بعد أندية البريمير ليج الإنجليزية ثم لا ليغا الإسبانية. حلقة اليوم في سلسلة أكثر من مجرد فريق تقودنا إلى بلد 45 مليون محلل، إنه عملاق البطولة المنحرفة في الجزائر، نادي بارادو. التقينا بالمناصر الوفي إياد. بونجور، جو مابيل إياد، أنا المناصر الوحيد لنادي الشعب نادي بارادو. القاعدة الجماهيرية تاعنا فيها غير أنا وحدي. إياد مناصر متعصب لبارادو، يكره كل الفرق الأخرى. أنا سيبورتي بارادو بلا غرينتا، وأنا اللي ندير الحرارة للجوار. يعني عرض على إياد أموال طائلة ليبدل نادي بارادو لكنه رفض. سوا بسيط ولا غاني، هذا نادي القلب، نعشق فيك ونموت عليك يا نادي بارادو، ونعيش ونموت بهذا الراية. ما يقولش احنا لا يقول ربحنا المباراة، يقول ربحت لأنه المناصر الوحيد. هو وحده أسست رابطة مشجعي مشجع بارادو إلترا جوني بلو دي ليوني فاناتيك، وأنا هو الكابو تاعها، ونريبيتي وحدي، وفي المباريات أنا شغل نشد الطنبور ونصفق ونتيري الحجر وحدي. أنشأ إياد فرقة أولاد سيدي يحيى الغنائية لتحفيز اللاعبين. أنا بصدد التحضير لألبوم غنائي فيه 9 أغنيات سميته بارادو الوالدة، فيه عدة أغاني منها أغنية حب عقلية، أغنية في سيدي يحيى نعرض دنايا، أغنية يا الصفرة والزرقة عشقك خلواني وفشالوتي انديماري، وأغنية في بارادو نسربولك عقلية. نسربيلك عقلية باسكو أنا وحدي. يستلهم إياد كلماته من الواقع المعيشي الصعب. دوك نعطيكم إكستري. حبك يا بارادو سكرا مانيش حاب منها نصحى. أيا قاع معانا حقانا وحدي، الأغنية دي حقت في اليوتيوب واحد في شفتها غير أنا. من بين السلبيات كي أنا المناصر الوحيد لنادي بارادو، كي نجي راح ندير تيفون نحصل، وكي ندير إيشانج مع لي تريبيون اللي ملهيك البروبلام الغنية تجي نص باسكو نغني غير جهتي. في بارادو في نهاية مباراة نادي بارادو يتجه إياد إلى المقهى ليحلل مع نفسه المباراة. أما بالنسبة لمبيعات قميص بارادو فتكتفي الشركة المكلفة بخياطة قميص واحد تاي إكس آل قياس إياد، عندما يشتريه ينتهي الستوك. الحمد لله في الدخلة تاع الصطاد ما كاش لاشين على التيكيات، هما يطبعوا تيكي واحد غير نشريها انا، يغلقوا لي كيشي ويعلقوا هذيك البلاكا صطاد كومبلي. مين داك يجي روطار ما يطولوا في التليفون، ضربيتو الجوار نستناو حتى يجي نبيعوا له التيكي نغلقوا ونروحوا للدار، ونهار يكون مريض بلا غريب يعيط لنا يقولنا بلي راه مريض نديروا ماتش ويكمو. بعد إعادة تهيئة الملعب اكتفت الإدارة بتغيير كرسي واحد واستادي واحد فقط لمنعه من اقتحام الملعب في حالة الخسارة. منين داك يكون ما تسخون يبدأ يدير عمل شاغب، أنا عيط للرونفور، الرونفور يجي بوليس واحد أبقى الزولي حوزه. من الثوابت الأساسية في البطولة قاعدة سب أم حارس الخصم عند تنفيذ 6 أمتار من طرف الجمهور. لا يسبوه. الحمد لله انا راني نحترم القاعده هذه، بصح المشكل سيكوراني وحدي، معناها الحارس تاع المنافس راهو يشوف وعلى باله شكون اللي سب له الوالده تاعو، دونك مور الماتش يحكمني يطيح عليا بالمخبط. الماتش الاخر الغارديان تاع ليكيب الاخرى ما احترمنيش كمناصر وجا حشاكم بزقني في وجهي، هذا كامل باسكو سبيت له الام تاعو والعائله، هذا ما كان. انا اندد بتصرفات تاع الحارس هدايا وان شاء الله تعاقبوا الرابطه. من أجل القضاء على العنف نتمنى يجوا معايا مناصرين واحد اخرين ان شاء الله باش نسبوا الحارس تاع الخصم كيف كيف، وباش نتيريو الحجر على الاربيت كيف كيف، وما يفيقوا لنا شكون، وهكذا ان شاء الله نقضيو على العنف. هذا ميساج للزاعيم شبيبة القبائل، زعما ما عندكم 14 شامبيونة وعندكم 7 نجمات هلالي، بصفتي مناصر لنادي بارادو حبيت نقول لكم باللي منا على عامين باذن الله راح نوليو حنا الزاعيم وندو 15 شامبيونة الجيري في عامين. هذه كوبيها في المونتاج يرحم والديك.
ميساج لكل غيورين، حبيت نقول لكم باللي انا مناصر لنادي بارادو لانه اكثر من مجرد فارق. احنا في بارادو عندنا اكاديمي ونديروا التكوين للجوار اللي نجيبوهم من كامل التراب الوطني. خرجنا الجوار للاحتراف في البطولات الاوروبيه، بلا ما نحكي على ليكيب ناسيونال وكوب دافريك اللي ديناها واللي شاركوا فيها دي جوار اللي خرجوا من المدرسه تاعنا. نتمنى للزيكيب الاخرين يديروا كيما احنا واغتنم هذه الفرصه هذه باش نطالب بشركه وطنيه كامل عندهم غير احنا، وان شاء الله تحرر فلسطين.